السعودية اي مهم على الاخر مستمعين تبعوا من الفضاء ذاك العام استاذنا في الصدقية الله يرحمه وينعمه الشيخ سيدي حميد النايفر حكي لنا حكاية عيشة راجل. شنية هذه حكاية عيشة راجل؟ المرأة اللي يقولوا مسترجلة انسى مهما يبداو ديما في الدار وهي ما يتقعدش في الدار. كيف هيك الجريدية اللي كانت تدور في تونس لابسة قبقاب وجبة وفوطة تبدأ تميل وتستعدل تمشي للديار لكابر الكل وهاي في دار سفلان وهاي في دار سفلتين تعرف كل واحد شكون أبوه وشكون أخوه وولد عمه وولد خالته توقفوا في الشارع تنجدوا على أمه إصابة تنفسها ومرته ولدتشي واخته تحل شي مكتوبها تقعد في القهوة كيف الرجال تركب في الترنفاي بليش الخلاصة ما يكلموهاش وإذا كان واحد جديد ما يعرفهاش وعيط لها البوليس البوليس يقول له عاد هذيك تخلص. هذه كانت كيف عيشة راجل اللي حكينا عليها الشيخ الله يرحمه. كيف ما كانت زادة في النفيذة أمك سالمة الهمامية تبدأ قاعدة في قهوة لجريان هي والرجال وتحكي تاخذ كلمة وتعطي كلمة وكيف شروبة في جمال اللي تبدأ تدور في الشارع وتقعد في القهوة مع الرجال وتتكلم ياسر ديما لسانها خدام حتى هيك العام واحد عندنا مذيع في كل نشرة أخبار يعطي هو نشرة الأخبار وديما هو موجود وديما يتكلم كيسال مهليل في جمال سماوه شروبة. أيوة. عاد برا يا زمان ويجا يا زمان لقاوها المرأة عايشة راجل قاعدة تحت الحيط تبكي عيطولها سيلفي توري. سيلفي توري هذا رئيس النيابة الخصوصية البلدية أرجع غدوة قالها يا عمتي عيشة راجل إش بيك تبكي جبدت عمتك عيشة راجل سيجارو وشعلته جبدت انفس وقتله أنا مرأة واسمي عيشة راجل جيت نلوج على رجال القهم كل عيشة. سيلفي توري لبوا العرق وقالها إكسبليك توا ما فهمتكش قالت له عيشة كان جيت الفيتوري بالحق وماكش عيشة يكني الناموس وإحنا في 2016 كان جيت الفيتوري بالحق وماكش عيشة الخضرة والغلة ما ترخصش كان كيزورنا وزير التجارة هو يخرج منا والبلايك تتبدل منا كان جيت الفيتوري بالحق وماكش عيشة مدير مدرسة يهرب فلوس رحلة التلميذات في السنة الأولى ابتدائي وتخلي ويخلي دمعات ما لخديهم وقديش عاد الفلوس 750 دينار ضرب سيلفي توري يده على حناكه وقال أي من قوة الضربة وقالها الله لا تربحوا المدير هذا والله المن يحيوه هذا شوهلنا سمعتنا اين عم خلينا ضحكة قدام مسؤولين ساعة احنا مهبطين منشور باش ما يسرقوش اقل من 500 مليون وغمز سيلفي توري الصبيحية متاعه وهز عمتك عيشة راجل مرابعة ومن وقتها ما عاد راها حد وكانك من سيلفي توري هانو في الديوان الاميري وعمتك عيشة راجل مشيت تل الليري ومرجوع كلامنا كما قالوا ناس بكري اشكي يا مواطن قد ما تحب المسؤول يترقى وما ينولك منه كان الكذب والسب